منظمه عشان الدنيا ما تتوهش مني، لان الصفحه اللي انت شايفها فاضيه دي على اخر السنه هتبقى طويله جدا وبتشدها بسكرولنج كمان، فلو انت مش منظمها هتلاقي الدنيا تهت منك على الاخر. خلاص عملت ايمجز، انت عامل كليك يمين وانت عامل ايه؟ بيست. ادي الصوره اسمها وحش. طبعا هو بيقدر يعرضها، بيقدر يعرض لي ايه؟ الصوره اللي انا عايز اشوفها قبل ما ابدا استخدمها. لو وقفت عليها كده وعملت رينيم ممكن اخليها 1 بس، اسمها يبقى ايه؟ 1، اسم سهل عليا 1 دوت جي بي جي. يبقى انا لما اجي احطها في الخلفيه معايا ايه؟ لا فولدر ايمجز جوه 1 دوت جي بي جي، صح ولا لا؟ لازم اعملها كده. اقوم قايل له ايه؟ ايمجز 1 دوت جي بي جي. طبعا عملت كليك يمين دلوقتي، عايز اشغل دي، بعمل كليك يمين كده بقول له فيو ان براوزر، بقول له فيو ان ايه؟ ورهاني في الشكل المتصفح. عملت كليك كده هيقوم السيرفر، خد بالك بقى شغال موقع حقيقي. لازم يقوم السيرفر وبدا يحطها لك في صفحه وبدا ايه؟ وبدا يكررها لك، يكررها بحيث ان هي تملى الصفحه، يكررها بحيث ان هي تملى مين؟ وده الديفولت بتاعه، وده الديفولت بتاعه اللي يحط الصوره يكررها بعد ما تملى مين؟ تملى الصفحه، خلاص؟ طيب، دي كتاب جافا ما اعرفش ليه، بس هو ده اللي جه يعني، صدفه. خلاص؟ طيب، دي باك جراوند، باك جراوند بحط فيها مسار الصوره، مسار ايه؟ مسار للصوره. ببدا المسار من اول ما انا واقف، يعني ادي الملف بتاعي، اقول له خش جوه الفولدر اسمه ايمجز، ها؟ الاقي صوره ايه؟ اسمها 1 دوت جي بي جي كده. نعم من جوه المشروع على طول، ما بتكلمش بره خالص. ليه؟ لان انا المفروض ان الكلام ده اكبره وارميه في حته ثانيه. لما اكبره وارميه في حته ثانيه مش هقعد ادور انا حطيته فين؟ ولا على السي ولا على الدي ولا مش عارف، لا على طول مباشره كده. على طول مباشره كده. هو الاسم المشروع خلاص. تمام كده مفهومه؟ طيب في خاصيه ثانيه اسمها بي جي كلر، بي جي كلر. بيجي كلر ده لون الخلفيه، لون في الايه؟ لون في الخلفيه. اللون بتكلم على الالوان، الالوان عندنا ليها كذا تنسيق، انا ممكن مثلا لون في الخلفيه مثلا يلو اصفر. لو رجعت كده على الاكسبلور بتاعي عملت ريفريش مش حاسس بحاجه، بس لاحظ ان في حاجه اصفر بتيجي كده وبتروح. ليه مش حاسس بحاجه؟ لان الصوره فوق الايه؟ فوق الخلفيه، فانا مش شايف اللون عشان الصورة مغطية على الخلفية. لكن لو أنا شلت الصورة الخلفية اللي هي باك جراوند، باك جراوند دي وخليت بيجي كلر بس، وجيت هنا عملت الفيش، ادي العدس اللي احنا وقعنا فيه. خلاص؟ طيب ده البيجي كلر، بس انا اللون ممكن اعمل كده اكتبه. اكتب اسمه. لكن مش دي الطريقه الوحيده ان انا اكتب بيها اللون، مش دي الطريقه الوحيده ان انا اكتب بيها الايه؟ اللون. ايه تاني الطريقه من الطرق اللي انا اقدر اكتب بيها اللون؟ بالكود اسمه هيكسا ديسيمال كود او الار جي بي. الار جي بي بعمل ايه؟ بعمل علامه هاش عشان افهمه ان اللي جاي ده عباره عن كود، عباره عن ايه؟ عن كود. واكتب مثلا 12، اول 12 دي معناها 12 درجه لون من الاحمر. 15 معناها 15 درجه لون من الاخضر. 20 معناها 20 درجه لون من الازرق. يبقى احمر اخضر ازرق، ار جي بي، ريد جرين بلو. خلاص؟ ريد جرين بلو اللي هي ار جي بي اللي هو احمر اخضر ازرق، اف دي ازرق. خلاص؟ احمر اخضر ايه؟ اخضر ازرق. كل لون ليه خانتين، كل لون ليه ايه؟ خانتين اكتب فيها درجه لون. يعني لو جيت هنا قلت كده يبقى الاحمر مفيش، 15 درجة لون الاخضر و20 درجة لون الازرق، ار جي بي رجع. يعني لو جيت عملت كده هيطلع لي لون غريب جدا.
اللون ده هو 15 درجه لون من الاخضر و20 درجه لون من الازرق، طلع لك اللون ده. خلاص لو كنا عملنا كده اكتر رقم ممكن نحطه هنا كام؟ 50. يعني اكبر رقم كام؟ 99. ده من وجهه نظرك انت، لو جيت كده عملت ريفريش جاب لي اللون ده. خلاص اللون ده خليط من ثلاث الوان، الريد والجرين والبلو، 99 درجه لون من الاحمر، 15 درجه لون من الاخضر، 20 درجه لون من ايه؟ من الازرق. يبقى انا كده اقدر ادي كام درجه لون من الاحمر؟ وكام درجه لون من الاخضر؟ وكام درجه لون من الازرق؟ هم يقول لك لا مش 99، تقدر تدي 256 درجة لون في خانتين. اسمعني بس، 256 درجة لون مش درجة واحدة. قلت له ازاي؟ قال لي ما عشان اقدر اديك 256 درجة لون من كل لون، انا محتاج على الاقل ثلاث خانات لكل لون. يعني الكود يبقى مكون من 9 خانات، مش من كام؟ مش من 6. عايز 9 خانات من 6، هو بيتكتب 6. هو بيتكتب ايه؟ 6. ولو انت مش عايز من احمر غلط، تعمل كده، اعمل كده عشان يبقى كله ستاندرد 6، كله ستاندرد 6. ازاي بقى 6 وانت بتقول يعني كل لون ليه خانتين وتقول لي تقدر تكتب 256؟ قال لك ما هو عشان كده بقى حتى انا عندي امكانيه ان انا اقدر اعرض لك 256 درجه لون، في حين ان المساحه مش مقضيه، هشتغل بحاجه اسمها الهكسا ديسيمال. شايف حاجه اسمها ايه؟ هكسا ديسيمال. ايه الهكسا ديسيمال دي؟ الهكسا ديسيمال دي خدتوها زمان في سنه اولى، اللي هو النظام السادس عشر. ايه النظام السادس عشر؟ النظام السادس عشر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لغايه هنا. ايه بقى؟ لغايه هنا كل واحد خانه. قال لك 10 بخانتين، قال لك خلاص ابدلها بحرف الايه؟ ال 11 بخانتين، يبقى هبدلها بحرف البي. 12 سي، 13 دي، 14 اي، 15 اف. يبقى كم رقم؟ 16 0 0 1 ل 15 والصفر 16. مش كده يسموه النظام السادس ايه؟ السادس 10. خلاص كده يبقى عندي النظام السادس 10 ممكن اقدر بخانتين اكتب اكبر حاجه اف اف. يعني ايه؟ 15 في 15 تطلع عندي كام؟ ب 255. انا قلت 256 الصفر والصفر، ما هو 255 والصفر، ما هو الصفر ده اللي هو مفيش، تعتبر درجة لون، صح؟ يبقى كلهم 256 درجة لون من كل لون. حد فاهم حاجة؟ بجد؟ والله ولا حاجة؟ طيب تاني، يعني دلوقتي أنا ممكن، أنا قلت آخري 9 9، صح؟ لو عملت حرف الإيه كده بقت إيه؟ 9 10. فهمتوا كده؟ فهمتوا كده؟ بقت 9 في 10. لما اجي اعمل كده بقت ايه بقى؟ 256. يعني بقت اف في اف، 15 في 15 والصفر ده واحد، بقت 256 درجه، صح ولا لا؟ 256 درجه من الاحمر، ها؟ وصفر من الاخضر، صفر من الازرق، يديك ايه؟ احمر. بس احمر احمر مش احمر، يعني ممكن انت عينك ما تجيبش. يعني احنا ممكن نغير 20 درجه لون وكلهم عندك احمر، كلهم عندك احمر، انت عينك مش هتعرف تجيب زي الجهاز ده. الجهاز فيه شوف انت بقى عشان تعرف كام لون في الجهاز. انت قلت لي 256، يبقى 256 في 256 في 256 يطلع لك كام لون في الجهاز؟ هيطلع مليون وشوية. خلاص؟ طبعا عمرك ما هتعرف تفرق كده احمر احمر، لو رجعت كده